النهاردة هتكلم عن قصة انتشرت زمان عن البنت اللي رمت المصحف وتحولت لحيوان، وجبت لكم حقيقة الموضوع ده، هل حصل ولا ما حصلش. قبل ما ابدأ حابب اعتذر على الانقطاع الطويل ده بسبب شغل الاساسي كان واخد كل وقتي. اتمنى منكم تتفاعلوا مع القناة عشان نوصل لكل الناس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. القصة بتقول ان كان في بنت من دولة عمان، وطبعا تحية لأهل عمان. المهم كانت بتتابع التلفزيون على قناة بتاعت اغاني، وامها كانت بتقرأ في المصحف، فقالت لامها انها منزعجة من قراءة القرآن جنبها، وقالت لها تروح تقرأ القرآن في أوضة تانية. فاصرت الام انها تقرأ في مكانها، فاخدت البنت المصحف ورمته على الارض، فوقعت البنت وسخطها ربنا سبحانه وتعالى على شكل حيوان زاحف اسمه معسلانة. ودي القصة اللي اتقالت على السوشيال ميديا. الحقيقة ان القصة مكذوبة، والصور دي مش فوتوشوب ولا تركيب، ولكن الصور دي من صنع فنان استرالي اتعرضت في معارض، وكانت عبارة عن مجسمات لتحويل عملية لتناسخ البشر مع الحيوانات باستخدام تقنيات الاستنساخ والتقنيات الحيوية. فالفنان رسمهم وحط فيها اكتر من مجسم نفس البنت، ولكن اللي فبرك القصة ظل للأماكن الحساسة عشان يبان ان القصة حقيقية. فالقصة مفبركة، في ناس كتيرة بترمي المصحف وتحرقه وعايشين، وفي منهم اللي ماتوا في حوادث وغيرهم. ما تخليش حد يضحك عليك عشان شوية لايكات وارقام مشاهدات مضروبة. في الاخير اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وبكرر اعتذاري. اتمنى منكم فعلا تتفاعلوا في القناة وتساعدوني في نشر فيديوهات القناة عشان نكون عيلة بجد، ومستني برضو دعمكم على الفيسبوك، عايزين نكون عيلة يا جماعة، مستني دعمكم. سلام.